السلام عليكم ورحمة الله، معكم إلياس العكاري كالعادة. هذه السلسلة ديال التنمية الذاتية والنجاح وتحقيق الأهداف تحقيق الأحلام، دونك كيف ما وعدتكم هذا تحدي درته مع راسي هو أنني غادي ندير فيديو كل يوم، يعني في العام 365 فيديو، كل فيديو كيهضر على شي موضوع اللي خاص بالديفلوبمون بيرسونيل. دونك تبعا الطلب ديال بزاف ديال الأصدقاء عبر الفيسبوك تيصيفطوا لي رسائل في الماسنجر. السؤال اللي تكرر بزاف من البارح اليوم هو الا بغيت ندير هذا البروسيسوس ديال التنميه الذاتيه في حياتي، الا بغيت نغير حياتي، الا بغيت نحقق الاحلام ديالي، بغيت نحقق الاهداف ديالي. بزاف ديال الناس حايرين ما عارفينش باش يبداو، البدايه باش غادي نبدا، واش نقرا كتبه، واش نتقيد في شي معهد، واش نتبع شي كوتش، شنو ندير؟ قبل ما تدير اي حاجه من هذا الشيء، قبل ما تدير تبع مع شي كوتش، قبل ما تقرا كتاب، قبل ما دير حتى شي حاجه، خصك دير واحد القضيه مع راسك، خصك دير شي مسائل مع راسك. انت هاد المسائل هادو ساهلين وفي نفس الوقت صعاب، والاهميه ديالهم كبيره بزاف في البدايه ديال اي مشروع ديال التنميه الذاتيه. دونك عبر هذا الفيديو، عبر هذا اللايف، غادي نفسر لكم كيفاش نتخذ اول قرار، وشنو هو اول قرار، وشنو هي اول خطوه غادي ندير باش نبدا في هذا البروسيسوس ديال التنميه الذاتيه وديال تغيير الذات نحو الافضل وديال تغيير نمط الحياه. دونك حنا كاملين عارفين بان الوقت ولات صعيبه. لا شكرا. مرحبا. دونك حنايا كنديروا هاد المساله هذه، كنعرفوا بان الوقت ولات صعيبه بزاف، ما ساهلش على ان الانسان ينجح، ما ساهلش على ان الانسان يحقق الاهداف ديالو، ما ساهلش بانه يواكب التطورات اللي كاينه ديال اللي كتحتم علينا الحياه اليوميه. علاش؟ لان كاع الناس كما قلت البارح، كاع الناس باغيين ينجحوا، كاع الناس باغيين يوصلوا لمراتب عليا من السعاده، من الاكتمال، من يعني يعيشوا واحد الحياه زوينه. دونك الخطوه الاولى اللي خصني ندير شنو هي؟ خصني نعاود نرجع القوه الداخليه ديالي، لو بوفوار انترن، لا كاباسيتي ديالي انترن. سافو دير القوه الداخليه شنو هي؟ الله حنا كاملين، الله سبحانه وتعالى خلقنا بواحد القدرات، قدرات مميزه، حنا ميزنا على جميع المخلوقات. تصوروا على انه فضلنا على الملائكه، يعني عطانا واحد القدرات شخصيه، كل واحد عنده دي كاباسيتي بيرسونيل. هاد القوة الشخصية ديالك، هاد الطاقة الشخصية ديالك خصك ترجعها بعدا، خصك ترجعها. علاش؟ لأنها تمكنك على أنك تثق في راسك، على أنك تعرف شنو باغي دير، فين باغي تمشي، شنو هما المسائل اللي باغي تحقق، شنو هي الرسالة اللي باغي تأدي في الحياة. وباش غادي نرجعوا هاد القوة الشخصية، هي بحال اللي تعاود تشد، عرفتوا الباطو عنده واحد بحال الكيدون سميتو لو غوفرناي، هذاك الغوفرناي ولا هذاك الكيدون، كيفاش غادي نعاود نشدو نتحكم فيه، يعني نتحكم ونشد زمام الامور ونتحكم في حياتي. من خلال هذا الفيديو كما قلت لكم غادي نهضر لكم على سته ديال النقاط، سته ديال النقاط مهمين بزاف، هما الخطوه الاولى. هاد سته النقاط كاملين تعتبروا الخطوه الاولى في التنميه الذاتيه وفي الديفلوبمون بيرسونيل. دونك النقطه الاولى اللي مهمه بزاف وبزاف ديال الناس غافلين عليها هي المسؤوليه، روح المسؤوليه. خصكم تنميو في راسكم، خصكم تفهموا، خصكم تقتنعوا بانك مسؤول 100% على داكشي اللي كيطرى لك في حياتك، وبان هادشي اللي حققتي جوسكا ماتنو في حياتك انت اللي مسؤول عليه. tu es responsable de ce qui t'arrive dans ta vie. يعني لا انت وصلتي لواحد الدرجه ديال النجاح ولا واحد الدرجه ديال الاكتمال ولا وصلتي لواحد المهنه ولا هذا، راه انت اللي وصلتي راسك لديك البلاصه. علاش خصك تكون مسؤول 100% على شنو طاري ليك ولا شنو كدير في حياتك ولا فين وصلتي في حياتك؟ علاش خصك تكون مسؤول؟ اولا باش كترتاح انت مع راسك، كتولي مرتاح تتقول انا هو السبب في هذا الشيء اللي انا فيه صحيا. علاش؟ دابا ناخذ الصحه، حتى واحد ما قال لكم ما ترينيوش، حتى واحد ما قال لكم ما تاكلوش الماكله المزيانه، حتى واحد ما قال لكم ما ديواش في صحتكم، حتى واحد ما قال لكم ما تعتنيوش بلي بارامتر ديال لا سونتي ديال الصحه، ان لونترينمون، الناس، الماكله، ليسبري، يعني لا ريلاكساسيون،
حتى واحد ما قال لكم المستوى الثقافي ديالكم، حتى واحد ما منعكم على انكم تقراو. شكون اللي منعكم؟ حتى واحد. القرايه دابا ولات في متناول الجميع. المستوى المالي ديالك ولا المستوى السوسيو الاجتماعي ديالك، حتى واحد ما منعك على انك تنمي داك المستوى ديالك. شكون اللي قال لك على انك تقلب على مداخل اخرى من غير الراتب ديالك الشهري؟ حتى واحد. دونك انت اللي مسؤول على داكشي اللي كيطرا فيك واللي كيطرا لك في حياتك، وانت اللي مسؤول على كاع الانجازات اللي غادي تحقق في حياتك. دونك ملي كنعرف هادي وكنطمئن على راسي وكنقول بانني انا مسؤول 100% على هادشي اللي كيطرا ليا في حياتي، شنو كيولي عندي جيد؟ شنو اللي الحاجه اللي زوينه في هادشي كامل؟ هي انني كنولي مقتنع ومسؤول على كاع داكشي اللي غادي يطرا ليا في حياتي. بزاف فيكم غادي يقولوا لي بان ولا طرات شي حاجه خارجيه. كاين العالم الخارجي، كاين ضروري، حنا عايشين وسط واحد يعني واحد لونتيتي اللي سميتها لو موند اكستيريور. انت مسؤول، اسمعني مزيان، انت مسؤول على رده الفعل ديالك على داكشي اللي كيطرا في العالم الخارجي. خرجتي لقيتي الشتا، انت اللي مسؤول واش تهز ميدالله ولا ولا تخلي راسك تفزق. بغيتي تخلي راسك تفزق، خلي راسك تفزق، ما قلنا لك والو، فهمتيني؟ شي واحد قال لك شي كلمه خايبه، انت اللي عادي تعرف راسك كومون تي فاغياجير. دونك هنايا المسؤوليه هي ان نعرف الفرق ما بين الفعل ورده الفعل، شنو طرا وكيفاش نتعامل معاه. انا مسؤول على كيفاش نتعامل معاه. ثاني حاجه في المسؤوليه هي انني مسؤول على التعلم من داكشي اللي كيطرا ليا. الانسان اللي ما تيتعلمش من الاخطاء ديالو غيبقى يرتكبهم ديما، وغادي يبقى ديما في واحد لو سيركل فيسيو، في واحد الحلقه دائمه ما غاديش يخرج منها. دونك انا مسؤول على داكشي اللي كيطرا ليا في حياتي، مسؤول على داكشي اللي غادي يطرا ليا في حياتي، ورده الفعل ديالي انا اللي مسؤول عليها، ومسؤول على انني نتعلم من اي حاجه طرات ليا في حياتي. مزيان، اتفقنا المسؤوليه. دونك هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي مهمه بزاف عاوتاني، كيفاش نفسرها لكم؟ بركه ما تبقاو تلعبوا دور الضحيه. دور الضحيه ماشي الذنب ديالي، ماشي انا اللي مسؤول. راه حيت زاديت في المغرب، راه حيت والدي رباوني هكا كنحشم، راه حيت ملي كنت نقرا في المدرسه ما قراونيش مزيان، راه حيت الناس خايبين، راه حيت المجتمع، راه حيت الوقت، راه حيت الدنيا، راه حيت هذا. باش تفيدكم دور الضحيه. دور الضحيه ما تيفيد حتى واحد، اسمعوني مزيان، دور الضحيه ما تيفيد حتى واحد. دور الضحيه في اخباركم فاش تيفيد؟ تيفيد في ان الناس يطبطبوا عليكم، يقول لك مسكين، والله الا مسكين، ما تستاهلش، مسكين بقيتي فينا. هي حنا اي انسان تيبقى في داك الجانب ديال الطفوله، الطفل عزيز عليه انه يدير دور الضحيه ويجي عندك بابا ماما ضربوني داروا ليا كذا. علاش؟ لانك كيتسنى المؤازره من عند شي شخص كبير، ولكن انت كبرتي ما بقيتيش طفل. ودخلنا عليكم بالله باش غادي تفيدك انك غادي تمشي تبدا تشكى على الناس وتطبطبوا عليك. هما طبطبوا عليك اسيدي، هما قالوا لك الله بقيتي فينا وكذا، باش نفعاتك في حياتك وزيداتك القدام. بالعكس، عاد تطردك اللور. الناس اللي كيتشكاو واللي كيديروا دور الضحيه شنو كيطرى لهم؟ تيبقاو ديما فابل، ديما ضعفاء. علاش؟ ما تيتحملوش المسؤوليه ديالهم. تخيل معايا انت عزيز عليك، الناس يشوفوا فيك ويقولوا واه مسكين ما عنده زهر، واه مسكين راه كتولف كتولف. ونقول لكم واحد القضيه، راه صعيب على الانسان اللي ولف يلعب دور الضحيه يلعب دور البطل. صعيبه بزاف وما سهلاش، ولكن انا ما عمري ما قلت لكم النجاح سهل. النجاح راه ما سهلش، النجاح صعيب، خصو تضحيات وخصو كوراج كما قلت البارح، خصو شجاعه. ولكن حتى الفشل ما ساهلش، على ان ما يكونش عندك داكشي اللي بغيتي وما ديرش داكشي اللي بغيتي وما دير حتى حاجه، حتى هي راه ما ساهلاش. شكون اللي قال لكم سهله؟ الفشل سهل، سهل تبقى ما عندك والو، ما ساهلاش. دونك هذه ما ساهلاش وهذه ما ساهلاش. دونك الناس اللي مولفين تيلعبوا دور الضحيه يحبسوا شي شويه، و ونوصل لكم انا واحد التحدي، جربوه وشوفوا شنو غيطرى في حياتكم. ديروا اسبوع ما تشكاوش، ما تقولوا حتى حاجه سلبيه، اسبوع وشوفوا حياتكم كيفاش تولي بعد اسبوع واحد، اون سيمين حياتكم كلها تبدل. النقطه الثالثه ومهمه بزاف حتى هي، الا وهي البيئه. البيئه ديالك راك انت اللي كتخلق البيئه ديالك، ماشي البيئه ديالك هي اللي كتخلق.
دابا انت عايش مع ناس يلعبوا ادوار الضحيه مزيان، كلهم كيتشكاو، كيفاش بغيتي تولي انت؟ غتولي كتشكى انت، علاش؟ لان يعجبك تلعب دور الضحيه، لان انت منغمس مع الضحايا، انت عايش مع الضحايا. بحال اللي فسرت لكم البارح، خليه سليمه ما يمكنش تكون ليها دايره بخلايا مرض وتبقى هي سليمه، امبوسيبل. سيبوزون انت دابا عزيز عليك تشكى ومشيتي عند شي ناس دي ليدر دي وينر دي غانيون، الناس الرابحين ما تيتشكاوش، وبديتي كتشكى، غيطراو لك جوج حوايج، اما غادي يضروا فيك وغادي يسميوك شي، يسمعوك شي هضره قاصحه اللي غادي تضرك وتقدر تفيقك، غيكونوا داروا فيك خير، اما ما غاديش تقدر تستحمل الهضره ديالهم، غادي ترجع مع هذوك الناس اللي عزيز عليهم يتشكاو. فهمتوني؟ دونك البيئه ديالي ماشي كاع عاوتاني هي الناس مع من تنجلس ولا مع من تنعيش، فين تنعيش؟ مع من تنعيش؟ شكون تنعاشر؟ شنو كناكل؟ شنو كنقرا؟ شنو كنسمع؟ شنو كنتفرج؟ هذه كامله بيئه. تخيلوا معايا على ان دابا انا جالس في حديقه طحت عليا واحد الفكره، هي الفراشات. دابا الفراشه قبل ما تكون فراشه تتكون دوده، هذيك الدوده باش تولي فراشه اش كدير؟ كدوز من واحد الكوكو، واحد لافاز سميتها لا كريزاليد، ملي كتبقى ديك الدوزه الدوده كتنسج داك الحرير باش تصايب ديك الكوكو باش تبدل، كتسحبها سهله راه فيها عناء فيها خدمه، ولكن شنو كدير؟ كتصايب لراسها البيئه فين غادي تبدل، ما كتبقاش عايشه في الربيع وتقلب على شي كريزاليد واجده على شي كوكون واجد وتدخل ليه وتولي فراشه، ما يمكنش، ما يمكن ليهاش كاع، امبوسيبل. اذا نصنع البيئه ديالي، وشنو ندير؟ نخلق واحد البيئه اللي كتساعدني على النجاح، بيئه كتساعدني على النجاح. مزيان. دونك هاد القضيه ديال لونفيرونمون elle est très très importante، مهمه بزاف. دونك الله يجازيكم بخير، نخلقوا البيئه ديالنا. التليفون ديالي نحيد منه دوك البرامج ولا الاذاعات اللي كيهضروا على المسائل ديال الفشل، المسائل السلبيه اللي ما عندكم ما ديروا بها. نخلق واحد البيئه ديال النجاح وسط التليفون ديالي، في بيتي، في داري، الكتب اللي غادي نقرا، لي زوديو اللي غادي نسمع، لي فيديو اللي غادي نشوف، النقاشات اللي غنتحاور، الناس اللي غنجلس معاهم، راه خصني نجلس مع ناس اللي يعاونوني ننجح، الناس اللي كيهضروا على النجاح، الناس اللي كيهضروا على المشاريع، ماشي نجلس مع ناس تيتشكاو. الحاجه الرابعه النقطه الرابعه، الا بغيتوا تبداو القضيه ديال التنميه الذاتيه وديال النجاح، هي ما تخليوش الناس يحددوا القيمه الشخصيه ديالكم، لا فالور ديالكم، القيمه ديالكم. القيمه الشخصيه هي ملك خاص ديال اي واحد، القيمه ديالي انا، لا فالور ديالي انا، ما تعرفها حتى واحد، تنعرفها انا، ما نخليش الشخص واحد اخر هو اللي يحدد لي القيمه ديالي. حنا كاملين عايشين مع الناس، وكيف ما درتو شنو ما درتو النجاحات اللي حققتوها تلقاو جوج لانواع الناس، ناس تيحفزوكم وتشجعوكم وتزيدوكم القدام، وناس تينتقدوكم وتحبطوكم. دونك انا كما قلت لكم في الاول، المسؤوليه ديالي شنو هي؟ كيفاش نتعامل؟ ما نخليش انا هذوك اللي كينقدوني ويحبطوني يحددوا لي القيمه ديالي، ولا يقول لي انت ما فاشل، انت ما قادرش، انت ما تعرف دير والو، ولا ما تقدر دير والو. لا سمح لي، انا عارف ندير وغادي نقدر ندير. علاش؟ لان انا تايق في راسي، انا اللي كنحدد القيمه ديالي. وبغيتكم تعرفوا واحد القضيه الاخوان، بان اي شخص فينا غالي بزاف. علاش غالي؟ حنا ما تتباعو ما تنتشراو، واي حاجه ما تتباع ما تتشرى ما عندهاش ثمن، دونك فهي غاليه بزاف، واي حاجه عندها ثمن فهي ما كتسوى والو. علاش؟ لان تقدر تبادل بدل بالمال. دونك الله يعطيكم الستر، انتم غاليين بزاف، ما تخليو حتى شي واحد يحدد ليكم القيمه ديالكم الشخصيه، فوتغ فالور بروبر الي افو. القيمه ديالي شي حاجه اللي كتهمني انا، ما كتهم حتى واحد اخر. النقطه الخامسه، الحمد لله، النقطه الخامسه الا بغينا نديروا هذا البروسيسوس ديال التنميه الذاتيه، هي نراقبوا الكلام ديالنا، الهضره ديالنا. تخيلوا معايا على ان الشخص الوحيد اللي كيهضر معاك 24 ساعه على 24، 7 ايام في الاسبوع هو انت، تيهضر معاك راسك بزاف بزاف، ما تيسكتش، غاتيهضر. دونك نراقب شنو كنقول لراسي، هذه هي الاولى. باش قلت لكم نراقبوا الكلام ديالنا، نبدل الهضره اللي كنهضر مع راسي من هضره ديال انا راه هو اول واحد تيحبطني،
خصني نولي كنبغيني كتعجبني هذه كتضحكني، نولي كنبغيني، نولي كنشجعني، نولي كنحفزني، نولي كنحتارمني. يعني كنهضر مع راسي، شنو كنقول راسي؟ انت توي كابابل، راك قادر، غادي تنجح، انت درتي باش تنجح، انت متميز، ما كاينش بحالك، حتى حاجه ما تغلبك، فازي فونس. ونبقى هذه الهضره نقولها مع راسي بزاف، مع راسي الداخل. بغيت ندير واحد الحاجه مابقاش نتردد، صافي توي كابابل، انت قادر على هادي، انت قادر تحل هذا المشكل، فازي فونس، ما كاينش اللي يغلبك. الحاجه الثانيه هي الهضره ديالي مع الناس. واش انا دابا دخلنا عليكم بالله، دابا شي واحد في المعارف ديالكم نديرو شؤم، فين ما تيجي تيقول لكم قصيده طرات ماتوا فيها 36، ما نعرف شعلات العافيه في بركان، ولا شعلات العافيه في وجده، ولا شعلات العافيه في وحدين، كلاو ما نعرف شنو كلاو، سميتو اللحم سموم، ماتوا 6. شي واحد تيجي بهذا الخبر، دخلنا عليكم بالله كوموم كيفاش كتشوفوه بعدا، وثانيا هو واش انسان ناجح ولا الناس اللي هذوك اللي هضرنا عليهم قبيله اللي عزيز عليهم يلعبوا دور الضحيه، ديما كيتشكاو، ديما تيتغبنوا. هذا كيعجبك تجلس معاه، يعجبك دير معاه مشروع، يعجبك تزيد معاه القدام، ما يمكنش. علاش؟ لان سلبي، هو نيجاتيف، بنادم نيجاتيف انت ما عندك ما دير به، اش دير به؟ ما عندك ما دير به. علاش؟ لان اولا غادي يدي لك الطاقه ديالك الايجابيه، دونك انا ما نكونش من دوك الناس اللي كيديو الطاقات الايجابيه. دونك هادي شنو قلنا؟ قلنا النقطه الخامسه. النقطه السادسه، الا بغيت نبدا هاد، الا بغيت نبدا هاد هاد المشروع ديال التنميه الذاتيه وديال ديال التحفيز، هو الا بغيت ننجح في حياتي شنو خصني ندير؟ هو انني نكون تنخلق راسي وكنجدد راسي دائما. انا كنتعاود، شنو هي؟ كاينين بزاف الناس، انا نفسرها لكم، بزاف الناس تيحددوا الحياه ديالهم حسب الوظيفه ديالهم. صافي انا عندي هذه الوظيفه، انا راه نبقى في هذه الوظيفه تنموت، وانا راه لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، يعني المستوى السوسيو اجتماعي ديالي محدد على حسب هذه الوظيفه هذه. دونك هذا شنو دار؟ هذا ما تيجددش راسو، هذا يستاغن، عرفتوا الماء في اللاك ما تيتحركش، الماء الراقد هذا يرقد. الا كنتي كترقد شنو كدير؟ ما كتحددش، ما كتجددش راسك. شنو هي تجدد راسك؟ عندك هذه الوظيفه مزيانه، خدام تتخلص مزيان، الله يكمل بخير، ما فيها باس تعلم شي حاجه اخرى في الوقت الاضافي ديالك، ما فيها باس تطور المهارات ديالك، ما فيها باس تقول انا عندي هذه الوظيفه ولكن هذه الوظيفه دي سي ان ولا دو زون ما كرهتش نبدلها وندوز لواحد المستوى واحد اخر، ندير وظيفه واحده اخرى، ندير مشروع، ندير جو سي با، نخلق، نبدع، يعني نبدا نخلق واحد الشخصيه ديالي، يكون داك عمليه انك تتخلق شخصيه جديده تكون متواصله في الوقت. ماشي صافي انا 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 بديت هادي، شديت هاد الدبلوم، دخلت نخدم، صافي انا تكنيسيان، انا نبقى تكنيسيان ونشوف الى الشركه بغاو راه استسمح عيط لي شي واحد. دونك الى الشركه بغاو راني غادي نطلع، ما بغاوش صافي راني جالس. ما لا ماشي هادي، خصك باش تكون تجدد راسك خصك تكون عندك قابليه للتعلم، وباش تكون عندك قابليه للتعلم خصك تكون عندك لا كيوريوزيتي، حب الاستطلاع، انا باغي نعرف، باغي نتعرف على بزاف الميادين. سمعت الناس تيهضروا في البيع والشراء وهذا، نمشي نجلس نتعلم، ما نخسر والو. عندي واحد في العائله ناجح في واحد الميدان، نمشي عنده نقول ليه وفهضر ليا، نقول ليه تقدر تبان ليا شي حاجه نديرها معاه. دونك هذا هو تجديد. دونك الله يجزيكم بخير، انا درت هذا الفيديو ولا هذا اللايف باش الناس يعرفوا شنو هي اول حاجه ولا اول خطوه نديرها باش نبدا في المشروع ديال التنميه الذاتيه وديال النجاح وتغيير الذات وتغيير نمط الحياه واللي بغيتو. دونك الحاجه اللي بغيتكم تعرفوا واللي مهمه بزاف هي اننا مسؤولون على الحياه ديالنا، كلشي مسؤول على الحياه ديالو، كلشي مسؤول على داكشي فين وصل. مزيان، دونك الا كنتي مسؤول على داكشي فين وصلتي وعارف راسك مسؤول، دونك انت مسؤول باش تخلق الحياه ديالك. ثاني حاجه ثاني حاجه سهله بزاف هي ما تبقاوش تلعبوا دور الضحيه. الضحيه لا بركه، لا فيكتيميزاسيون كتسمى بالفرنسي، فو بلو اتر اون فيكتيم، ما تبقاش ديما ضحيه. ثالث حاجه البيئه، خلق بيئه كتساعدك على النجاح، ما ديرش بيئه كتساعدك على الرسوب وعلى الفشل. ما يمكنش تجمع مع ناس كيتشكاو كيتخبنوا، ما ناجحينش، ما دايرين والو، ما وسيرتو كاينين واحد وحدين ابو العريف تيفهموا في كل شيء وهو ما داير والو، كتلقاه جالس في القهوه ما داير حتى حاجه في حياته، كله كريديات، تيفهم في كل شيء. واللي قلتيها ليه ديرها تيقول لك لا، الا قلتي لي انت باغي دير شي حاجه كيطيح لك المورال بعدو منهم.
ما تخليوش الناس يحدوا القيمه الشخصيه ديالكم. القيمه الشخصيه ديالكم ملكيه خاصه ديالكم، انت اللي كتحدد القيمه ديالك. داكور. خامس حاجه، بنادم يراقب الهضره ديالو، الهضره اللي كيهضر مع راسو، الهضره اللي كيهضر مع الناس، الهضره تكون ايجابيه. وسادس حاجه، تكون ديما قابل للتجديد. انت قابل للتجديد، ديما tu crées une nouvelle version de toi-même. ديما دير الميزاجور ديال راسك، الميزاجور، تعلم شي حاجه جديده، انستالي دي زابليكاسيون جداد في عقلك، دي انستال دي زابليكاسيون اللي يساعدوك تزيد لقدام. دونك الى هنا كتنتهي هذا، كينتهي هذا اللايف. نتمنى انني نكون جاوبت على الاسئله ديالكم، وان شاء الله لنا لقاء غدا، والموضوع ديال غدا على حسب عاوتاني لي ميساج اللي غادي تصيفطوا ليا. وكنشكركم بزاف على دوك لي ميساج، وكنشكركم على التشجيعات ديالكم، والى اللقاء.